بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، tips and warnings لل CV. دلوقتي انا قدامي هنا ال CV بتاعي على ال word processor. اللي انا هعمله ايه؟ اللي انا كنت عايز انوه ازاي نقدر ننظم الكلام لما نيجي نكتب تحت بعضه. مشكله كبيره قوي لما تيجي تكتب السي فيز بتاعتك، وناس كتير لما كانت بتبعت لي السي فيز بتاعتها بلاقي انها مش متنظمه، الكلام محطوط مش مترتب، السطور مش aligned مع بعضها، الكلام تحس ان هو سايح. overall impression لما واحد بيبص على سي في ويلاقي ان هو مش مبذول فيه جهد كفايه انه يطلع شكله منظم، على طول بيترانسليت ده ان الشخص دوت شخص مهمل، ان ده بني ادم ما بيعملش شغله بيرفكت 100%، مش بيتقن عمله، مجرد بيتلصق اي كلام. ويعني المبدا المصري الشهير على قد فلوسهم يا عم، يلا احنا هنوجع قلبنا ليه؟ اوكي، لا، انا عايزك تهتم بكل تفصيله وكل ملي وكل سنتي في السي في بتاعك يكون دقيق. اوكي، هنا مثلا حاجه بسيطه جدا، يعني كنت يعني قلت عليها بس مثال انها محتاجه شويه توضيح. فور اكزامبل، مثلا ازاي الحاجات بتبقى تحت بعضها بالشكل ده؟ لو تاخد بال حضرتك الكلام اللي مكتوب ده هو اصلا في جدول. شوف الخدعه بقى، ادي هنعلم عليه اهوت، وبعدين نقول هنا مثلا all borders. فوالا، اهو ده اصلا كان جدول. انا اول ما بديته حطيت جدول وكتبت التواريخ في الخانه ديت تحت بعضها اهيت، بحيث تبقى متسطره جنب بعضها، وبعدين قصاد كل واحده قمت كاتب قدامها ايه. سو هتلاقي التواريخ كلها تحت بعضها هنا، والكلام تحت بعضه هنا متسطر لوحده، انا كاتب كل حاجه قصاد صاحبتها. وبعدين جيت قمت معلم على الجدول دوت ودوست هنا نو بوردرز، فبالتالي ظهرت بالشكل المنظم دوت. اوكي، بعد كده خلي بالنا بقى من حاجة، الفونت لما تيجي تختار الخط اللي هيكتب بيه السي في بتاعك، اختار دايما فونت يكون من الفونتس الكلاسيك او الحاجات اللي هي ما فيهاش بهرجة كتير في السي في. زي مثلا ايه اشهر فونتس مثلا موجودة؟ التايمز نيو رومان مثلا، الاريال، الجارامونت، دول اشهر ثلاثة بيبقوا اي فريندلي وشكلهم منظم ويخلوا السي في بتاع حضرتك شكله كلاسيك وبروفيشنال as much as you can. كتير قوي بيبقى في ناس بعد ما بتسيف السي في بتاعها بتكتب اسم الفايل بتاعها as a word my CV. اوكي، ما تعملش كده، دايما اكتب اسم التايتل بتاعك، مثلا اسمك الثنائي او الثلاثي first name last name، والديت بتاع السي في بتاعك اللاست ابديت بتاعه كان امتى. يبقى فلان الفلاني سي في مثلا شرطة او فاصله اديت كذا كذا كذا. ليه بقى؟ لان انت لما هتيجي تبعت السي في ده سواء لاي حد بعد كده هيبقى انت مش لوحدك اللي بتبعت، في كتير قوي بيبعتوا. فتخيل لو انا راجل مثلا بي اي او انا ريزيدنسي بروجرام كوردينيتور ومبعوت لي 12 او 20 او 50 الف سي في وكلهم متعنونين باسم ماي سي في. اوكي، يعني هتوه توه عجيبه جدا، فلازم اكتب الاسم بتاع السي في بتاعي باسمي انا من بره. ودايما يعني عادة it's more lovely ان انت تبعته as a PDF، ما تبعتوش as a word. فلما تيجي تسيف it as a word save it as PDF لو هتبعته electronically لأي حد. لو هتديه مطبوع لأي شخص هتطبعه وتديهوله في ايده او تبعتهوله في جواب او كده، دايما لما تيجي تطبع السي في بتاعك اطبعه على ورق شيك، ما تسترخص وتجيب الورق اللي هو ابو شيلن، لا استرخص هات ورق كده شيك، الورق اللي هو معمول من مادة محترمة كده واطبعه عليه. اوكي، بعد كده ده كده ازاي نكتب السي في بتاعنا بالمنظر دوت على الوورد. هاجي بعد كده ابص على احد السي فيز اللي كانت واصلاني، يعني حاول بس شويه يعني ايرورز كده مشهوره. ده مش بس السي في ده اللي فيه الايرور، ده في سي فيز كتير جدا بيبقى فيها المشاكل دي. مشهوره قوي حكايه كوريكولم فايتا، احنا عارفين ان ده كوريكولم فايتا يا فندم، مفيش اي داعي ان حضرتك تنبهنا، كلنا بنعرف نقرا وواضح ان ده سي في ما هوش روشيتا او كارت معايده. اوكي، هنا الايميل ده ايميل عجيب جدا يا جماعه، محدش يكتب ايميل من الايميلات اللي بنستخدمها بينا وبين بعض كاصدقاء. مش عارف النسر اللي شكله ايه فين، برضو كان في واحده كانت بعتها لي ايميل، الايميل بتاعها نسمه دونت كير ات مش عارف ايه. تخيل انت لو جالنا ايميل من حد اسمه نسمه دونت كير هبقى شكل ايه. برضو مش في مش عارف لافلي تويتي او توتا بطوطه ات كذا كذا، نيفر تعمل كده. دايما اختار ايميل لحضرتك يكون اسمك، اسمك الفيرست نيم واللاست نيم، او مثلا الانيشال بتاع الفيرست نيم واللاست نيم، ده يكون الايميل بتاعك at gmail او هوت ميل او وات ايفر، بس يكون اسم محترم او اسم يدل على ان ده حاجه جد مش مجرد chat box او whatever. personal data ده مش application يا فندم، مفيش داعي ان حضرتك تكتب الحاجات ديت خالص. في نفس الوقت ما تكتبش لا
الجندر بتاعك ميل ولا فيميل، ما تكتبش الماريتال ستيتس بتاعتك، ما تكتبش الميليتري ستيتس بتاعتك، ما تكتبش التكليف ليك ولا مالكش، ما تكتبش الديت اوف بيرث. الكلام ده مش مطلوب، ما حدش كير عن الكلام ده. بالعكس الكلام ده لو اتكتب ولو حد سألك عليه ده كده جوب ديسكريميشن، مش من حق حد ان هو يعرف انت عندك كام سنة او جنسك او دينك او عرقك او الكلام ده كله، مش مطلوب. فهدف السي في ان هو يوضح انت امكانياتك ايه. اوكي هنا هو بادي بسيرتيفيكيشن، بعض الناس بتبتدي بهونورز، بعض الناس بتبتدي بهوبيز، الكلام ده مش مظبوط. دايما البدايه بتكون education. اوكي مش اي حاجه تانية. هنا professional society and membership 2006 الى now، لا هي to present مش to now. activities or community service مش عارف ايه ده بصراحه، او علاقته بالطب اساسا، بس يعني ده طبعا مكانه مش هنا اطلاق على الاطلاق. كان بيلعب مش عارف ايه وبعدين خد الميداليه اللي ما اعرفش اسمها ايه، برضه انا ما اعرفش ايه علاقه ده باللي احنا بنتكلم فيه. يعني المفروض ده لو هيتكتب هيتكتب في الهوبيز مثلا، لكن مش هيتكتب في اكتيفيتيز او كوميونيتي سيرفيس. المجتمع مش هيستفيد من ان الاسكواش كان بيتلعب في على مستوى قومي. resident assistant انا ما اعرفش يعني ايه resident assistant الحقيقه. الباتوم لاين اللي عايز اقوله من حاجه زي دي ايه، دايما لو حضرتك تكتب السي في بتاعك اهتم جدا بالكلام اللي بيتكتب. برضه هنا بص مثلا يعني الحته دي انا ما اعرفش، السطر ده كان المفروض مثلا ان هو يجي يعني كده شويه بحيث تبقى الكلام aligned مع بعض، ويجي يمين شويه، برضه السطر ده كان المفروض يجي يمين شويه. اوكي الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، مش مجرد كلام وخلاص. alright دي كده كان مثال لاحد ال CVs مثلا. اوكي في عندنا ايه تاني؟ دايما بقى خلي بالك في مثلا كتاب هنا اسمه First Aid for the Match، الكتاب ده مهم جدا يا جماعة. هو هنا هو جايب يعني chapter كامل بيتكلم فيه عن how to write your CV. اوكي the curriculum vitae. الشابتر ده مهم جدا، انا انصح حضرتك انك لازم تقراه وتهتم بيه كويس قوي. وجايب لك كمان models اهية وthemes او templates لCVs مختلفة ممكن تستفيد منها وانت بتكتب CV بتاعك. برضه هنا جايب نصايح وانت بتكتب السي في، تيك كير كويس قوي من الطول بتاعه، ما تحاولش ان انت تطول فيه. طبعا هنا بيقول لك دونت اكسيد 2 بيجز، هنا هو يقصد الريزومي مش السي في ديتيلد. اوكي البور جرامر او المس سبيلنجز، حاجات دي غير مقبوله على الاطلاق ان حضرتك تغلط فيها. ما تحاولش ان انت تلون كتير او انك تعمل حاجات شكلها يعني كانك عامل فرح او كارنفال في السي في بتاعك. برضه بص مثلا هنا الكتاب ده جايب لك، ده على فكرة أنا بسميه كتاب الخطة، ده اللي ماسك التراك بتاع أمريكا من الألف للياء. يعني متهيألي لو حد هيفكر في موضوع أمريكا ده يبتدي إن هو يقرأ في موضوع أمريكا من أول الكتاب ده، دي أول حاجة تقرأها. أهو بيقول لك why when should I schedule my acting choosing and matching in your specialty، وبعدين واخد السبيشيالات واحدة واحدة وبيقول لك كل واحدة الماتشنج فيها شكله إيه والتراك بتاعها شكله إيه. الـ IMGs كلام مخصوص ليهم. بعد كده في الماتش تماتش إزاي والماتش شكله إيه. وبعدين جايب لك السي فيز والبيرسونال ستيتمنتس، وازاي لما تيجي تسافر ما تكلفش نفسك، ازاي الانترفيوز الريزيدنسيز الورك شيتس لما تيجي تعمل انترفيوز ورانك اوردر ليست. كتاب رائع جدا، اي يعني ريكومندد فور everybody. اوكي اخر حاجه بقى يعني عايز اقولها انه سند يور سي في بعد ما تخلصها ان شاء الله فور ريفيو. يعني احنا كلنا موجودين، ممكن تبعت لاي حد فينا مش لازم انا يريفيو السي في بتاعك، يبص لك عليه وانت نفسك اعمل له ريفيو. يعني لما تيجي تعمل السي في بتاعك سيبه فتره وارجع له بحيث تبص له بوذ فريش اي، علشان تقدر انك تحكم عليه وتشوفه برؤيه احسن من الرؤيه اللي انت كنت مشغول فيها وانت بتكتبه. حاجه كمان انه دايما دور على سي فيز بتاعت يور رول مودلز، يعني الناس الكبيره اللي في التخصص اللي انت نفسك فيه دايما دور على السي فيز بتاعتهم واقراها. ليه بقى؟ يعني مثلا بص هنا ده سي في بتاع واحده اسمها جون ميلر، دي التشيرمان بتاعت ماس اينير او الفرامات بتاعت هارفارد ميديكال سكول اللي انا كنت فيها. انا واخد السي في بتاعها، واخد بالك السي في كام صفحه؟ السي في بتاعها 50 صفحه وفي غيرها 80 صفحه وفي غيرها 70 صفحه وهكذا. الناس ديت انا ليه لامم السي فيز بتاعتهم؟ لان دي قصه حياتهم، ده الماضي بتاعهم وماضيهم هو حاضري. ايه اللي انا محتاج اعمله دلوقتي عشان ابقى زيهم؟ هو ده اللي موجود هنا، ده ممكن ما اقدرش احقق منه 90% لان انا اجنبي او لاني ما اقدرش اعمل ده لاني ما اتعلمتش عندهم او 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 او، لكن اقدر اخد منهم
كتير جدا واستفيد في حاجات كتيره. اعرف ان في مثلا حاجه اسمها اي كير امريكا بروجرام مثلا ممكن ان انا افولنتير فيه، اعرف ان في حاجه اسمها ريسيرش لازم ان انا اشتغل فيه، وهكذا وهكذا وهكذا. وبالتالي بتعلم ازاي اكتب كمان السي في بتاعي لما ببص على السيفيهات بتاعتهم. اوكي، ارجو انه يكون اللي سجلناه دوت ان شاء الله مفيد لحضراتكم في المستقبل، وباذن الله السي فيز بتاعتنا كلها تكون احسن من ما كانت وتتطور يوم بعد يوم. انا ان شاء الله مستعد لو في اي حد عايز يعمل ريفيو للسي في بتاعه يبعتولي، مفيش مشكله، بس مش انا لوحدي، في ناس كتير احسن مني طبعا تعرف تريفيو السي فيز، لان السي فيز بتاعتهم احسن من السي في بتاعي 100 مره. بشكر حضراتكم ومع الف سلامه، في رعايه الله.